صحيح، كوفر الجيش الروسي كثف من القصف عن طريق استعمال الصواريخ الحديثة من طراز كاريبل وحتى من طراز كينجل. وزارة الدفاع الروسية قالت بأنها تستهدف من خلال هذه الهجمات ما تصفه دائما بالبنى التحتية العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، خاصة ما تعلق بمستودعات الذخيرة والسلاح للجيش الأوكراني والأسلحة الغربية التي استلمتها القوات الأوكرانية في إطار الاستعدادات للهجوم المضاد الذي تحدث عنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وفقا لمتابعين ولخبراء مختصين في الشؤون العسكرية، يبدو بأن الهدف من هذه الضربات التي قامت بها روسيا هي محاولة لجس النبض ومعرفة مكامن القوة والضعف للقوات الأوكرانية، لا سيما ما تعلق بأنظمة الدفاع الجوي التي استلمتها أوكرانيا كدعم عسكري من القوى الغربية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. موسكو تقول بأنها تستهدف أيضا من خلال هذه الهجمات ما وصفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بمراكز تجمع القوات الأوكرانية وتجمع وتدريب المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني. ميدانيا يقول الجانب الروسي على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي قام بتحييد أكثر من 700 مقاتل وعسكري أوكراني في مناطق متفرقة، أبرزها محور جمهورية دانيسك ومدينة باخموت التي لا تزال المعارك مستمرة بهدف السيطرة الكلية على هذه المدينة ذات البعد الاستراتيجي. قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريكوجين عندما تحدث عن مدينة باخموت قال بأن القوات التابعة لفاغنر تمكنت من السيطرة على الأحياء الغربية لهذه المدينة وحاصرت ما بقى من القوات الأوكرانية في الأجزاء الشمالية الغربية لمدينة باخموت. يبدو بأن العملية العسكرية مستمرة والمعارك مستمرة بين الجيش الروسي والأوكراني، خاصة ما تعلق بمدينة باخموت. سياسيا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف علق على التصريحات الأخيرة التي صدرت من وسائل الإعلام غربية وسائل الإعلام إفريقية، تحدثت بأن الدول الإفريقية تسعى للوساطة بين موسكو وكييف بهدف الدعم أو الدفع أكثر بجهود التسوية السلمية. بيسكوف قال بأن موسكو معنية وتقيم بشكل إيجابي هذه المبادرة الإفريقية التي يجب دراستها من طرف الجانب الروسي.